بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذ بوهلال المصطفى، أستاذ مادة الرياضيات. يسعدني أن أقدم لكم اليوم درسا جديدا للمستوى السنة الثانية إعدادي. هذا الدرس حول الهندسة الفضائية، دراسة المجسمات، المنشور القائم والهرم والمخروط الدوراني. لننطلق أولا من بطاقة تقنية لهذا الدرس. أولا، المكتسبات القبلية: إنشاء نموذج للمنشور القائم، إنشاء نموذج للأسطوانة، حساب المساحة الجانبية والحجم للمنشور القائم والأسطوانة. هذه المكتسبات سبق لك أن تطرقت لها في السنة الماضية وأيضا حتى في السلك الابتدائي. من القدرات المنتظرة التمكن من نشر المجسمات وتمثيلها وإنشاء نموذج لها، حساب المساحة الجانبية، وحساب الحجوم. بمعنى أن بعد هذا الدرس إن شاء الله سوف تتمكن من هذه من ثلاث قدرات. ننتقل الآن إلى فقرات الدرس. سوف نتطرق إلى ثلاث فقرات رئيسية: أولا، نشر المجسمات وتمثيلها خاصة الهرم والمنشور القائم والمخروط الدوراني. الفقرة الثانية، حساب المساحة الجانبية. وأخيرا، حساب الحجوم. بداية دعنا ننطلق من نشاط تذكيري. نعتبر المجسم التالي، لاحظ هذا المجسم. السؤال الأول، ما اسم هذا المجسم؟ السؤال الثاني، ما هو عدد رؤوسه وعدد أحرفه؟ السؤال الثالث، ما هو عدد أوجهه وما طبيعتها؟ وأخيرا، لماذا رسمت بعض أحرفه بخطوط متصلة وأخرى بخطوط متقطعة؟ بعد أن تكون قد حاولت الإجابة على هذا النشاط التذكيري، لنمر الآن مع التصحيح. أولا، ما اسم هذا المجسم؟ كما تعلم فإن اسمه هو المنشور القائم. السؤال الثاني، ما هو عدد رؤوسه وعدد أحرفه؟ للمنشور القائم 6 رؤوس: A B C والرأس F، الرأس D، وأخيرا الرأس E. وله 9 أحرف: D B F A E C C B A B A C F E F D. الأحرف هي التي تحدد شكل المجسم. السؤال الثالث، ما هو عدد أوجهه وما طبيعتها؟ لهذا المنشور القائم 5 أوجه: 3 أوجه جانبية هي عبارة عن مستطيلات، ووجهين، قاعدة سفلى وقاعدة عليا عبارة عن مثلثين. السؤال الأخير، لماذا رسمت بعض أحرفه بخطوط متقطعة وأخرى بخطوط متصلة؟ دعونا مع هذا المقطع. لاحظوا، عندما تكون الخطوط في الوجه الأمامي فهي تكون بخطوط متصلة، لكن عندما تصبح غير مرئية يعني في الوجه الخلفي فإنها تصبح بخطوط متصلة. لذلك نقول أن الخطوط المتصلة ترمز للأحرف المرئية، والخطوط المتقطعة ترمز دائما للأحرف الغير المرئية. ننطلق الآن إلى فقرات هذا الدرس. مع الفقرة الأولى، نشر المجسمات وتمثيلها. نبدأ مع المنشور القائم الذي سبق لك وتطرقت إليه. مع تعريف المنشور القائم، هو عبارة عن مجسم له قاعدتان قابلة للتطابق وأوجه جانبية على شكل مستطيلات. مثال: منشور قائم، هذا نشر لمنشور قائم. لاحظوا، منشور قائم أوجهه عبارة عن مستطيلات وقاعدته عبارة عن مثلثين قابلين للتطابق كما تلاحظ. مصحوب دائما هذا المقطع بنشر له. مثال آخر، منشور قائم أيضا، لكن الاختلاف هنا أن القاعدة عبارة عن رباعي، لكن الشيء المشترك هنا أن القاعدتين قابلتين للتطابق والأوجه عبارة عن مستطيلات. الهرم، الهرم هو مجسم له رأس وقاعدة على شكل مضلع وأوجه الجانبية على شكل مثلثات. نأخذ مثال، مثال للهرم، هذا نشر للهرم.
لاحظوا كيف يكون نشر الهرم. إذن هرم جميع أوجهه عبارة عن مثلثات وله رأس، قاعدته عبارة عن في هذا المثال عبارة عن رباعي. بطبع الحال هناك أهرام قاعدته عبارة عن ثلاثي الأضلاع أو أكثر، كما سوف نشاهد في هذا التطبيق. ABCD هرم قاعدته المثلث ABC، نريد أن نحدد النصر المناسب لهذا الهرم. هل هو النموذج الأول أم النموذج الثاني؟ بطبع الحال في هذه الحالة نكتفي بالملاحظة لنحدد النصر المناسب. الآن مع التصحيح، إذن النصر المناسب لهذا الهرم هو النموذج الثاني. لاحظوا معي هذا المقطع، إذن هذا هو النموذج الثاني كما تلاحظون. إذن الهرم ABCD، إذن النصر المناسب لهذا الهرم هو النموذج الثاني. ننتقل إلى مجسم جديد آخر وهو المخروط الدوراني، مع تعريف للمخروط الدوراني. المخروط الدوراني هو مجسم مولد بدوران مثلث قائم الزاوية حول ضلع من ضلعي الزاوية القائمة. لكي تفهموا هذا المجسم جيدا دعونا مع هذا المقطع. لاحظوا مثلث قائم الزاوية يدور حول أحد أضلع الزاوية القائمة فيولد لنا هرما، عفوا، فيولد لنا مخروط دوراني. لاحظوا في المقطع دائما المثلث يدور حول أحد أضلع الزاوية القائمة فيشكل لنا مخروط الدوراني. مثال آخر، لاحظوا مثلث SMH يدور حول الضلع SH أحد أضلع الزاوية القائمة فيحدد لنا مخروط دوران. الآن مع نشر للمخروط الدوراني، عندما نقوم بنشر المخروط الدوراني نحصل على هذا الشكل، القاعدة والمساحة الجانبية للمخروط الدوراني. المسافة L هي طول وتر المثلث القائم الزاوية الذي ولد لنا هذا المخروط الدوراني. بطبع الحال تبقى قياس هذه الزاوية نستخدم العلاقة التالية، ألفا تساوي 360 درجة مضروبة في خارج R يعني شعاع القاعدة على L طول وتر المثلث القائم الزاوية كما قلت الذي ولد هذا المخروط الدوراني. نمر الآن إلى الفقرة الثانية وهي المساحة الجانبية. أولا مع تعريف للمساحة الجانبية، المساحة الجانبية لمجسم هي مجموع مساحة أوجهه الجانبية. نمر أولا في هذه الفقرة للمساحة الجانبية للمنشور القائم مع هذه الخاصية. المساحة الجانبية للمنشور القائم هي جداء محيط القاعدة في ارتفاعه. إذن خاصية بسيطة وسهلة جدا. نأخذ تطبيق أو مثال لهذا الخاصية. لنحدد المساحة الجانبية للمنشور القائم ABCDEFGH علما أن أطواله كالتالي: AB 5.2 سنتيمتر، AD 2.7 سنتيمتر، DC 6.3 سنتيمتر، BC 4.2 سنتيمتر، وأخيرا DH 10 سنتيمتر. إذن سوف نحسب المساحة الجانبية لهذا المنشور. إذن الطريقة بسيطة جدا، حسب الخاصية فالمساحة الجانبية هي محيط القاعدة مضروبة في الارتفاع. بطبع الحال محيط أي شكل هندسي هو مجموع الأضلاع الخارجية لهذا الشكل، بمعنى أن محيط القاعدة سواء القاعدة السفلى أو القاعدة العليا، لأن قلنا أن القاعدتان قابلتان للتطابق يعني لهما نفس الأبعاد. إذن محيط القاعدة هو AB زائد AD زائد DC زائد BC مضروبة في الارتفاع. بتطبيق عددي بسيط نجد أن المساحة الجانبية لهذا المنشور القائم تساوي 184 سنتيمتر مربع. نمر
إلى المساحة الجانبية هذه المرة للهرم. لدينا أيضا خاصية نستعملها، المساحة الجانبية للهرم هي ببساطة مجموع مساحات المثلثات الجانبية لهذا الهرم. مثال الهرم دي أبي سي هو هرم رأسه دي، مساحة المثلثات دي أبي ودي أسي ودي بي سي يعني الأوجه الجانبية هي على التوالي 3 سنتيمتر مربع، 5 سنتيمتر مربع و 4.5 سنتيمتر. إذا حسب القاعدة فإن المساحة الجانبية هي مجموع المساحات المثلثات الجانبية له، وبالتالي فإن S هي 3 سنتيمتر مربع زائد 5 سنتيمتر مربع زائد 4.5 سنتيمتر، لنجد في الأخير 12.5 سنتيمتر، يعني أن المساحة الجانبية لهذا المنشور القائم هي 12.5 سنتيمتر مربع. المساحة الجانبية الآن للمخروط الدوراني. المساحة الجانبية للمخروط الدوراني هي S تساوي P مضروبة في R، R هو شعاع القاعدة، مضروبة في A، A هو وتر أو طول وتر المثلث القائم الزاوية الذي ولد هذا المخروط الدوراني. إذا القاعدة بسيطة جدا، هي P مضروبة في R مضروبة في A. نأخذ مثال أو تطبيق لهذه القاعدة. لنحسب مثلا المساحة الجانبية لمخروط دوراني شعاع قاعدته هو R يساوي 6 سنتيمتر و A تساوي 20 سنتيمتر. إذن بتطبيق لهذه القاعدة P في R في A يعني P في 6 في 20، نجد قيمة تقريبية وهي 376.8 سنتيمتر مربع. بطبيعة الحال لماذا قيمة تقريبية؟ لأننا استعملنا القيمة التقريبية للعدد P وهي 3.14. الآن مع الفقرة الأخيرة وهي الحجوم، نعطي هنا مجموعة من العلاقات حول طريقة حساب حجوم مجموعة من المجسمات الاعتيادية كالمتوازي المستطيلات، حيث حجمه يحسب بالطريقة التالية: العرض في الطول في الارتفاع. المكعب لأن الأضلاع كلها متقايسة فإن طول الضلع أس 3. بالنسبة للأسطوانة والمنشور القائم نستعمل نفس العلاقة وهي مساحة القاعدة في الارتفاع. بالنسبة للمخروط الدوراني والهرم أيضا نفس القاعدة وهي مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع مقسومة على 3. وأخيرا الفلكة أو الكرة، فالمساحة الجانبية لها تحسب بالطريقة التالية: 4 ضرب B ضرب R أس 2، R هو شعاع هذه الفلكة، والحجم هو 4 على 3 ضرب B ضرب R أس 3. لاحظوا هنا الشعاع ولكن أس 3. نأخذ تطبيق بسيط لهذا الحجوم، لطريقة حساب الحجوم. نعتبر المجسم التالي. لاحظوا أن هذا المجسم ليس مجسما اعتياديا، ولكنه مجسم يتكون من مجسمين اعتياديين: الأسطوانة والمخروط الدوراني. إذا نريد أن نحدد أو أن نحسب حجم هذا المجسم. بطبيعة الحال بما أنه يتكون من مجسمين فإننا سوف نحسب أولا حجم الأسطوانة، ثم نحسب حجم المخروط الدوراني، وفي الأخير نقوم بعملية الجمع. جيد، نعود إلى المعطيات، حيث نجد أن شعاع الأسطوانة هو 3 سنتيمتر وارتفاعه هو 5 سنتيمتر، أما ارتفاع المخروط الدوراني هو 4 سنتيمتر. سوف نستخدم هذه المعطيات للإجابة على الأسئلة. نبدأ أولا بحجم الأسطوانة. حسب القاعدة فهي مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع. بتطبيق عددي بسيط نجد أن حجم الأسطوانة هو 141.3 سنتيمتر مكعب. نمر إلى حساب حجم المخروط الدوراني. العلاقة تقول أن حجم المخروط الدوراني هو مساحة قاعدته في الارتفاع
مقسومة على ثلاثة. بطبيعة الحال تلاحظون أن قاعدة المخروط الدوراني هي نفسها قاعدة هذه الأسطوانة، وبالتالي نستخدم نفس المعطيات، يعني نفس الشعاع وهو 3 سنتيمتر. نطبق بتطبيق عددي، نجد أن حجم المخروط الدوراني هو 37.68 سنتيمتر مكعب. كما قلنا أن هذا المجسم يتكون من مجسمين اعتياديين، وبالتالي فأن حجمه الإجمالي هو مجموع الحجمين، بمعنى أن الحجم الكلي هو V1 زائد V2، فنجد أن الحجم الإجمالي هو 178.98 سنتيمتر مكعب. في الأخير أتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم، وشكرا.